بنى جزيرة اصطناعية في البحر لتأسيس دولة مختلفة خالية من الضرائب والقيود على الحريات، لكنها انهارت. هذه قصة رجل الأعمال الأمريكي مايكل أوليفر حين فكر بتأسيس دولة جديدة بمواصفات خاصة تختلف عن باقي الدول. اختار مايكل شعبا مرجانية جنوب مملكة تونغا في المحيط الهادئ، وبدأ بعمليات رضم البحر لإنشاء جزيرة اصطناعية. وفي يناير 1972 اكتملت أعمال البناء، فأعلن أوليفر قيام جمهورية مستقلة أسماها مينيرفا، ووضع لها دستورا يضمن الحريات الفردية وحقوق الملكية ويقيد سلطة الحكومة بشكل كبير، ودعا المستثمرين والمهاجرين الذين يتطلعون للتحرر من القيود الاقتصادية والاجتماعية للقدوم لدولته. رغم ذلك لم تحظى جمهورية مينيرفا باعتراف دولي، واعترضت حكومة تونغا على المشروع وأرسلت قوات لاستعادة السيطرة على الجزيرة لينتهي حلم مايكل وتتفكك دولته.